يا حلحوز يا بيهي محليك حسيلة منور الرحمن. يعيشك يعيشك يا هزر يعيشك. هاي شنو الأجواء هزر عندك غديك؟ شنو الأجواء؟ الأجواء كالعادة ممتازة جدا. حسيلة فما برشا عريض بحلينا لهنا وفما برشا حاجات محضرتهم لنا كونديا. حسيلة بسكويت وكرواسون وقهاوي بحليب بنين تاع كونديا حاجة عالمية. صح عليك. هاي يا ليلى العزيزة هجور أعطينا عاد شكون شكون أعطينا شكون اللي حضرت اليوم؟ استنى ساعة يا حاج. أنا فرحانة برشا اللي أنت اليوم في الرسمات. ربي يفضلك. علاش حضرت لك دخلة عالمية لك أنت خصمك؟ ترى هات هاي ترى. حاج يعتل خاطر كي تشرب كنز يا حليب الكل. الحاج باشا في البشاشة واللي يحب يربح 100 دينار ياخذ علينا في خير الدين باشا. يلا معلمة. 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 والله لو كان كان جا عندنا برشا وقت كما نقول لك عودها تعطينا ايه ويا جماعه يا جماعه الغايب والحاج ماق اليوم عجيب وغرايب العيد والعشويه حفله مع المصف بن سعيد الرب عليك يز يضر لي بتاخذ لنا فتحه جيت تاخذ بقعتي خويا عايش خويا عيزي لنا يزي يا هزر اللي عملت الحاج دي اخرى اي العجور اعطينا عاد شكون تو باش تربح اليوم وشكون معنا مدام مني عندها ثلاثه صغيرات جيت بحبينا لهنا حسيلو هاي تعرف عليها مرحبا بك يا مدام عايشك عندي سؤال ليك خطير كما يقول خويا عبد الرزاق سؤال خطير جدا وان شاء الله والله نحب وانا اخويا وان شاء الله يسمع فينا سؤال خطير جدا ركز معايا ركز معايا بالكدا ركز معايا بالكدا احنا في الرفماق عندنا تقريب المجموعة الكل تتكون من 7 و8 ساعة 7 ساعة 8 لكن في المجموعة ذي ثم بنية واحدة البنية واحدة كرونيكوس هي تقدم اشكون هي البنيه ذي ورد بالك تغلط رد بالك ورد... أميمة العياري شكون أميمة العياري شكوني يا بنتي ثبت لي ثبت امورك السندرنا سندرنا درنا درنا صحيح برافو عليك برافو عليك مبروك عليك يا لمونا ومبروك على وليداتك وان شاء الله ديما فرحانين ويا رب يا رب رجع لنا الابتسامه لتونس الغالي علينا يا رب يا رب عايشه مبروك عليك يا ليلى مبروك عليك